خريج نظم معلومات إدارية ممكن يشتغل محاسب، الحقيقة إنه في الغالب هيجد إن فرصة العمل بالنسبة له مش متاحة، لأن كتير جدا هيقولك أنا ليه هاخد شخص خريج نظم معلومات إدارية وماخدش شخص خريج قسم المحاسبة. عشان كده هو في الغالب هيكون في نوع من أنواع التفضيل لخريجين قسم المحاسبة البكالوريوس ال4 سنين عن الأشخاص خريجين نظم المعلومات. لكن في ناس بتاخد دبلومه وبتقدم، ولكن في الغالب اغلبيه الوظائف اللي ناس بتتم الاعلان عليها بيقول لك ان انت تكون خريج كليه تجاره او خريج محاسبه شعبه محاسبه، دايما بيركز على شعبه المحاسبه. ممكن انت تبدا حياتك وتجرب، لكن في الغالب هتجد صعوبه في ايجاد فرصه عمل. عشان كده نصيحتي للناس قدموا وروحوا، ولكن دايما تبقى بلان بي وبلان سي، لانه في الغالب مش هيكون في يعني نجاح وتمام، ده ما يحبطكش، ولكن ده على ارض الواقع اغلبيه الناس بتكون مفضله انه يكون حاصل على مجال المحاسبه. على العكس صحيح، الناس خريجين المحاسبه ممكن انهم يشتغلوا في الاداره اسهل لهم كمان، فهذا الترانزيشن او التحول مش بيكون متاح، وربنا يوفقك.